رياضياتك وعجيب كلام دبو حصصته وحا كمدا لحد النادي هي واحد لا يدادا ني سوماليات او كريستنا يعني في اي رسوماليه جرتو عدميه ميلها انتي بادرغي غشاي او انغريس غاليهي او ماركا وخوغا و سوبري او كريستيانيتي قاص ايا بارلمان كيسو سو شرحي سوماليدو ماركاسي waxaa la weydiiyay ninkan baarlamaanka soo saad u helaysa baa leeyahay baarlamaanka aad u ninkii rasnaabtay Soomaalidu say ku dooranaya weeri talkay diin taaka yar qiimo badan barumaysay yani kristan iyo muslimaha waxa wax lagu kala dooranaya lagu kala saaray arin kale jirta buu nin reer hebel baan ahay buu talkay nin reer hebel bay rumaysay yani mushkilad ma hayna kristan haye inaan muslimaan yaan karaa arintu waxa weeyeen inaan reer hebel ahay mar hadaan reer hebel ahayna uu iimanayo ficilana weeyo هلان قضيه ما هي كسليسني دد علمانيين ان مبدا ان نصبني لينغو هغامي انغو هغامي با عالم الاسلام ودن حكومي واس كغمد كوي مغا كريستن كلا بحي كوي مغا مسلم كسيتي واس كمنهج بي وته اسكو قضيه بي سيتي اسكو مبدا بي هاي اسكو ديوان بي حنبارسناي وحابا لغا يابا كي مغا كريستن كوتي اسكو انو دا عبدستن ولا غرانيو ولا لا هو قال هبل إنك سؤال دبا سعودي لكن كان مسلمين هو الله يستي وحن نسيقى ذلك قوة دي وحن لأن يتاسين هو عقبك وماشا طالة وحن ماشا يالبين مكا لأن ومضا إنو ربنين إنو هقامينو إنو إنو كهقامينو إسلام نمو عقبات كاسبه يستبين لأن عقبات دا عالمي هي تا شعبي تا شعب جاء مد داخلي هو إنه كل شيء كرنا إنا يتهاي أمد جهل هيا إنه كل شيء كرنا إنا يتهاي أمد عن حضارة رهين أهل البدو إنه كل شيء كرنا يهين أمد أي أطليان دد علمانيين أنت أسوأ مشكلة يا سقوط بيري أمد أنت أسوأ مشكلة سقوط بيرتي سدابة إنه النورين كرنا مركزي أما سو صار كرنا محيطة معالم السياسة الإسلامية محيطة هاي معالم تاينو باهنا ينو كإنطلاقنا وكبلونه سيينو أغسو علينو إسلام قدتكي سيينو منصة الحكم أما هير كمامل أكينو داد إسلامية سيينو أغدقنو نظام كنظام إسلامية سيينو أهل داد في عرب السلمين دورة الرمضة واللابد مكاين ينو كفكرنا أرمها اللاب تايني نكفى كرنه وحكم ذا بين الليل أرين تقو صابسن مفهوم كالسياسي إسلامي إنه عداد إنه واضح نقضى آدو عدي سياسة دا إسلامي مفهوم عقيدة أبا يكبل عبنطا وحيكبل عبنطا بين ركرنا موضوع علماء المسلمين توي قانين الولاء والبراء الولاء والبراء ومفهوم عقدية وسياسية ما نركب حانو قتشيلة قفك مسلم قفك بروا شعب بدنا وقادة وهقامية هقامية وقفك استودفك حلو هيا كمساجد كحكومة كجالية حكومة كأور خير حكومة كأوامد هقامية ودد هقان هيا ويسكد ديانا يمد هقاميا ضدنا ودد لهقامين ايو iya qaabka wax loo hoggaaminayo wasadaxda shay baan u baahanay inaanu si fiican u ogaano qofka maxaa looga baahan yahay maxay tahay siyaasadda inuu ku toojiyo qofka muslimka inuu yeesho waxa weeyaan inaan weydiino su'aal ah qof kasto muslim uu weydiiyo man ana kuma nahay anigu mayna nabi aadam baanahay oo humanitarian baanahay oo dadka waxaan u ilaalinayaa xuquuqul binaadam على أساس هذا المنطلق بيك صعنية أنا منين مدوبانة وحقوق ضدك مدوبانة ضد علمية أو منين أفريقي معين كنا بان هاد بيتين مدوب غير رالي قلينية أنا منين صومالية بانة أو مدة صومالية بام هجاتينية أو قومي بان هو قومية داسان لالينية أنا منين قبيل كرد الشيء بانة ونرير هبل بانة oo reer hebel yidantoodaan ilaalinaya oo iyaga ayaan wadaya manana kumaanahay wayna inuu barraqofka muslimki ku yahay markaas baa cadaanaysa cidda uu heelinayo iyo cidda uu ka heelinayo
عدة الراعي هي عدة أن الراعين هيلك هي الراعستو حوقي حولوك ولا بحية ما حتى ونفط هذا وارك غاربا ما كذا عشان نفط هذا يكون راحي سريسة وارك غاربا ونفط هذا ما كذا عشان هذا مع عساد كبر ورميسة كما أنا هاي وين نويدين قفك مسلم كان وين نشاقنا قفك مسلم كي كوية هاي حلينا قفك مسلم كاي وقف رميسان مبدأ اليونيفرساليسم ناشناليسم ويونيفرساليسم وحو الرميسان يهي ومبدأ عالم يبوهستا كما حدنا مدب كما حدنا قوميا كما حدنا قبل كما حدنا الرل وحو كحدن يهي ايديولوجي عقيده مبدأ وحو الرميسان يبو كحدن ووح قف ولبط دوران كربو كحرين انت كلمة دوران كرب إلهي بأين آدم كاردقي إلهي بأما مدوى ما عدان كاردقي إلهي بأما صومالي ما عرف كاردقي إلهي بأر رير هبال رير هبال كاردقي دور شبكو مليه هل لأن قفك مؤمن كي وينو هذا وحو دوران كرب وحو دوران كربوي دبتنوحو يهي قف مسلم قف مسلم مركو يهي وحو عدان يسا يو هيلينيا يو سك هيلينيا سياسات يسو حقا يوجد السياسة العالمية الدنيا دوا يسايسا ملك استوى الله اسكو هيا سوما على قرماها ملك استوى الله اسكو هيا عالم كمجتمع دولي وحلا إلى هذا بجنا مجتمع دولي قضاياك كاسي عالم كاسو على مواقف بوكلي المجتمع المسلم العالمي مواقفته كلي وامحي مواقفته كلي لنا يوا سياسة دي سحقا وصعطه إذن معالم السياسة الإسلامية وحويا بالله وظهرين إن فهمناه من أنا أقفه ونقفه مركز بقران يعيد أوهي لنا يعيد أنوهي لنا قفك مسلم كا إلهي بأوح القرآن كيس كلي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين في سورة المائدة إلهي بأوح لي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلهي وحليه واروحها إدين وليه وهيليه هو بيد كمودن وقرقار كينية رنتي نية هيل كينية محبدي نية كالقعل كينة بالي بالي الله سبحانه وتعالى إذن قضايا كابو وقضايا الصراع بين الحق والباطل كلما حق رشيقه فسياستك معهم وقضايا مبدئية ورسولي إلهي رسول في سادهيلي هو بلدنا اعتاقت إيه والذين آمنوا كوا إيمانك لغهلك ولبا كوا إيمانك لغهلك مع الصناف لغسيدك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو صفات قال صلاة دروغة يزكاة بحنا يعني ما شاء الله محقق قوة أوية إلهي وحكت المامية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وفرصة حزبك مسلم قفك مسلم كي وحزبك حزب شيوعي ما من ديمقراطية ما من هرصع هذا ما من دمصع حزبك أتكتر صمتك إلهي بأو حليه وحاده لنا إساء أقرقار سواء الله يا رسول كيسا يا قوى مؤمنين انت أصبح انت إلهي حزب قرسك قدك ما إلهي وحليه فإن حزب الله هم الغالبون إلهي حزبك إساء قوى غالبك يا أيها الذين آمنوا بإلهي مرك عليه لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وكوا إيمانك لقاه ليه بإلهي ليه هكي لمنا كوا أنت لسارمين أما كوا دينتين كدك تدل دلك يا جاس كي وحل وعيار يا أهل كتاب كمدة إيو قال ذي كليدين كيدين كور ريسيبا والكفار أولياها كدك نينا بلينا كوحاها هاوهي لننا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وحلا نمر قفق مسلم كي سؤاشي سكوة داما سياسة دينا كوة دو حويان إنا إنو عضينا ضدق مسلمين تي يوهي لنيا ييير حقيك ترسين خلال كاكو جرا وحنا دو حصوص طا
من حبين دويد بوحة محاضرة جيدر يا أحمد أبو اللبن عالمكم مسلم كي حاجة دك مغسوح السؤال نقلي لبا قول وآد غريبة وجرائد كعالم كفرية قولك كواد حويا باكستان أي وحا كان دعي دورشو دورشو دكي كقيب قلو حكا مدى أحزاب مسلمين كما هذا لنا مسألة دائن لقرا ما برنانتا يمسي ما برنانا مسألة دائن مسألة كلي لكن واحد خوت الماما يكا قبائنا برنانتا هدنا بالعقلية كود يسلي وفكرية دورشا لسمي كوي سلاميين تاها مركا يو كود واقعي اسلام بانو قرقاري نار دم باي مري الجماعة الاسلامية يكوى سيهو قامنا يعني كوي قود واقعي النظم الديمقراطية iyo nidaamada dimuqraasiga ku salaysan ee reer galbeed iyo waxa isbaan ugu gargaarayna ku dhawaaqayna dhanbay mare qolo nin markaa dawladnimo lagu tuubayay soo wadaan iyo mabdiisi iyo mashruucaatiisi qolana waxay soo wadaan gabadh yar oo reer galbeed oo Mareykan iyo meelaha ka timi oo afka soo casaysatay oo dabtara wadaa yara mabdaa galbeed ka yimid بلشادي وحل لويدي استفتاء قوامحي بلشادي وحل لويدين يا مرخاتان ودي ويدين مي كايا جاي حق له إنه ضدك حكومة بلشادي لويدين يا سندوق الاقتناع معنا كلام عليه وضد بلشادي إنه حكم كده كنا يجري وأنا كلا حكومة يا حين أقول كلا حكومة يا وار كايا جاي حق له بيلين إنه حكومة نوح بلشادي ما كان وحيلا دعى داس حق له يقول ريسة فوت كانت كل ريسة معني شو حويان راح حق له هنا تحكمته والشهادة شهادتنا الإسلام كميل بك شفتاد خطرة شهادة الزور مرخاتب بين له حزب يعني كوكتين وضط خيامين أيو خيامها مركا يدقر ردو مركا يدقر ردو وننكي ما يشفونه وواحد نبو آخر قيامك والله قفصانيات كميت وحد نبيك لقي ماه ويواتقان وانا اللي قرني يحق وحوظه أدانا عدك كنسي معنى هدو حويان هذا كرر لي هاي نضطك كله ظلمية وصية نسي قيامة إلهي أدو وحكا ويديني يوحو قبيني كاسيور لبي وهو موقف كاقي سياسي كهي أتستاكتي قفك مسلم كي موقف سياسي عدوينو ياشا شهادة وما يكتم إلهي القرآن كوحينا قلت الماما يقفك شهادة قرية دنبي قوليه سينا وحنطي قولة الزوربا قرآن يحدث كنبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزوربا الله ينوط الماما انتو وحكاية دقي كدقي نبي يسوكو تشيفا انو صوكعي يسوكو أدو كدقي شهادة الزور استفتاء عندك لو يديني يوم الخاط وضد لليه والحكم نون نغر وركايا جا قرله يا مضني نضط الحكومة كايا جا مبدأ في عن كايا جا عدالة وضع دتك لو يديني استفتاء ويا هاي وهاي المجتمع مسلم باكستان مجتمع مسلم صحيح كما هذين ربنا مجتمع كان إنه إسلام كله ابنه هذين ربنا مستقبل إسلامي إنه صصر وين إنه عضينا مفاهيم تع وهوين إسلامي أباهن إنه عضاته سيد الدرادين تصالى الله بعده وسواق أحمد أبو اللبن حفظه الله وحليه هاي تركيا أي أنا سنة دغدي فوت كليم حزب الرفاه أو هو قامين إيو نجم الدين أربكان أو بروفيسر كمعروف في عالم الغرب هو بروفيسر معروف كوي هاي فن جيسة عالم كاسي مسلم كيو هو قامين إيو وكنا واقعي الخلافة الراشدة بانو مدكو علينينا وحانا نسوع علينا خلافة ديتك مسلمين تاكل نطي هي أحزابتي علمانيين تيالها وحانا ربنا النظم الغربية الرجل بيت هي اللي يري سندوق الفوت بالا ديقا يا يوا سندوق الاختراع وكاسو دتك ألا ويدي سؤاشي باسم هي حق لين ما شمامله دتك كوري ديف ودتك وحكم دها جماعة من الجماعات الإسلامية وتيار النور السياسي تيار كسي وكوح من الكوحة الإسلامية عالم وين مسلم يكذب بيا عالم كي وقت جاء تطور كي النولة وعالم رنت دون دين الإسلامية أدو سوها القمد وحوين نوصو قفطي وقت علماء اللاي العدادي انت اللي سوق في تركيا ودن وحي عالم لهي انت ما الله يسوك يا ريبو مدح كود بويه مرقره ان يربا كفر نطي او شيخ الاسلام كي تركيا مركز اي كمدين مصطفى صبري نيكي لو رجري مصر دقي فلسطين يا مصر يا ميلهي وحوغا يرو فر دداي مو يعني وحي تركيا عالم لهي انت قفتي كما لا تترك ومدح كجر دبتنا سياسه دي سي
علماني قاعد بو كان وكي وضع كي خلافات بدلين جمهورية دون بدلين ندم كي ودن بدلين هل أمه دبت أنا عالمك كان يوحي يسكد يدك عقيدة دي يوحي دي مبادئ دي وكف فساده إنه إسلام ككو علي جماعة صاحدي سياسي قاعد نوي حرام طيب مركز مركز جهود دي سوما يبضنين في ساحة سياسية جماعة إسلامية شرطة يساق أخو تعصر طيب وإلا هدى نور وجماعة إسلامية يدقن وإسلام كوضة وهل لا يمكن سنادوق الاقتراع عليهم قرطي منك عليه وحني ما برنانيس كي قلت قيم وحبا كردي كاسي بالميلة سيقوا اسكا تشوفوا وغلط هي وكسع عطي سنادوق الاقتراع إني وح كردي سو هيا كردي مركاتي كردي نايو سليمان دمريال وعلمانية عالم إسلامي هو وين معروف كابو كمدي هيا كردي ماشا مركا محايا لي وحيا لما مفهوم الولاء والبراء بان عدي وحن ماشى أولين السياسة الإسلامية مفهوم كدوام حي وتنشئة المسلم المنفصل عن المشركين الهرم مسلم شعوريا عقيديا مبدئيا منفصل كبحسن قال كبحسن ولذلك بقى النبي يقول لي أنا بريء من أقام بين الظهرانية المشركين أنا بريء بريء وكاهي من النبي يقول لي المشركين تنحلوا لنك دقيق يعني مفاصلة ده وحلا قارتيني حتى هدي قاني كرتا الهجرة إنا يقاردو وقفت مسلم كبريكا هذا إلهي بوح لي لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا لابد من زيالة زيالة بين المشركين والكفر ولا دي غير مكا هيد باي لأيوح لي لو تزيلوا وام حي لو تزيلوا نبقى عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي بسود وشي وسوع مرتقا وتلود دي سلح حديبين مسلمين مستضعفين كجري مكة وانا قرانا ان دت المسلمين تي دبتنا الى يوحو لي هداي كبح لهاين هداي كلاسيب من لهاين قالاد يا مسلمكو الى يوحو لي سبحانه وتعالى لعذبنا الذين كفروا وان عذاب الله بكم قال لكن وحا لا دخف جكر الى يكون كلا كدخجنا وحين وباهن قفك مسلم في قضاياتي سينو فهمه وحين لان معالم السياسه الاسلاميه كو وحي كسلسان مفهوم الولاء والبراء وحكوس ليسيا يوقف كمسلم كي يوهي لنيا وإنه النقضين يوهي لنيا يوقف كستوى مسلم في أنحاء العالم ماشي إلا الضربة هالغربية شيشان بوسني ماشي الدونه تشوق في الصومال أيما قف مسلم مبدأ إسلامي رميسا قال إلهي رسول كيسانو قرقارية أيوهي لنيا إذا واقرتين المعالم السياسية لولا نقطة دي كوات وأهمن أنا مسلم هو يدي أيضا تتيجيه وحن أنسيتا إيه علامة ضاحي وصبارك أنسيتا أما الجنسية دا أنسيتا ما ها الصومالي ما ها قومي ما ها أفريكا ما ها وحسنا ما هو مسلم إذن ماشا مسلم يعدك لأسكوها استانا مع المسلمين ماشا دار شيء إسلامي غير كذلك شغان أنا مع المسلمين وحن هاي جانب كإسلامي قا كتاق وهي ضدك صالحين في حقه رمتك كران محاكر دقي دك صالحين تيني دك هو جامية باوقف يعني ومضي مسلمين تهري وحى هو جامني دك مسلم قوقف ضد بدنا أبي بكر عمر رجع دبت جنين به هو جامني لكن وحى ماشى كان محوها مفهوم كان رومي صناعي دك مسلمين تعب وحين لنا مر السياسة العالمية كلا وحى لغيا بمفاهيم حتى إسلامي حد إني قرأت سنتي مشرك يا أهل الكتاب كلا كلا دوي سنة وفي سورة الروم وحتى قال إن قصده كسر دكت إمبيرشيا يا إستيلين محي رومانيس دبا تنوى ببكر كو خماري با موكو رهن كو سميي إنك قال رهن كو وضا دكتين والله صاب بدنسي قولها صاب بدنسي وضا قال دحي يلا ما قال لكن لما قال قول بكا أهل كتاب شيقين إن حق الدين تودوا يقول لا دبك عابد الشرين مشركين تي وحي الرعسيسين كو دبك عابد الشرين أبي بكر مسلم رسمي ما يوح الرعسيسين حتى كو كسر يردوا محي أهل كتابك مركز إلهي القرآن سعودة كي يولي غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون وحن لأني إلهي وحلي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من أنا يا نهي لني إلهي بوحك لي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وارا لك عبصدا الراع كور رنت الشيقي الصادقين مع الله مع أنفسهم مع المجتمع في كل شيء هو الصادقين تقوى هو الرعب إلى إليه سبحانه وتعالى وحتى قرنك مركز ومواقفك كالتاقنايين منافقين إيا أنصار تبات قرنك دوتا منافقين وحيوه هيليني يهودي إيا نصارى إيا بليا باس بيوه هيليني
لكن أنصارتي مركي قد يدو يسسوك هذي مسلم هي حليف كيسي سعد بن معاذ رحمه الله ورضي الله عنه مركي اللي يريد غير بنو قريدة محاط كل حكومي غير بنو قريدة وحياي سمين خيانة عظمى ضد المسلمين تبين دقالك كقبح دبر جميل بيكو السمين عيدا ما ذكر يوي حفا صار راعي لكن مركو موقف يمي إسلامي غير إسلامي غير بنو قريدة وحي حلفاء وضعها يعني سعد بن معاذ قبيل كيسي حليف وضعها هشيس كاشان بوربا الله اسكوها واقي هوري وحل اسكوها الدفاع إسلام كان يمو قبيل كان روو إسلامي كان يهودي نمدي سيو كسيهار مركي دنبا قلال قبيل كان إسلامي يهودي وحي كل راعي حقي حلف جي سياسة ده إني مسلمين تتاجر تقول هذا مسلمين تابين راعي لكن لمن مشركين أي منافقين وحنا يسوي تغيير يهود سيدو قلقل يعني كل بور حقوق آخر يعني بيسفك مسلم ككسر وجوية وإذا دين أحزاب بصور رطي عالم كورن بامر كان مسلم كيسوي تغيير ويا عالم في واجه شوي جو حقوق كوبنا محي قريش أمريكا قيادة دي وينيد الحي بني غطفان يوحي عند بس عدي يهودي يوحي على قوتين وغزوة الأحزاب كسيرة لكم غشان أحزاب وردن باي صدق تي وحي اللي شهود تغيين مسلم كل الدمر قوي دبا تنواتي عنا قبض بالمدينة اللي قوة ريك سنة غزوة الخندق واتي دعيش وقت قاسية والنبي وكله الشيء قلما هنا الدمر شبين كصمين رير بن قريضة ومدينة اللي ودى الدفاع ده أيا واحد يهودية وحيي ابن أخطبية وحبايا انت وصعب قلين سيود سيو برنامج كبابية يهودي واحد يقول شيء تبلا كيد مسلمين المسلمين تدمر جمك وسمس إلى هيبة شبيي أحزابتي مركز شبيي المسلمين تسير أهمن فارستنا وحي سؤال دقي نبي عليه الصلاة والسلام ملاكته للا يهوب كم أن نرجعنا هنا كأنه غير بنو قريدة لقسيو الدولة غير بنو قريدة الدولة ما تودي مركو يمام مدلة هينا إن حصار بالوال قدومي قاضن دبديتنا وحي أقبله حكم وحي نهدين حصار كنا هنا رجع قاض وأنا نسدي بينا لكن هنا حكومة بيدها سعد بن معاذ هنا حكومة سعد بن معاذ وأنا كيس قاشا بورتها هنا قبيل خلا وضيقي سيدة قبيل خودان وذاتك وضيقي سوضها هو عقل غير وحي كرة جيني أدعى عقل كمرة دي حلف وذاك ورب ضل لها وهي وحي يقي أن مواقفها رأي السبيع عبد الله بن أبي يقي منافقها ويساقوا حلفة دي سوى كي النبي قسلوا نفتة يساقوا كيني كسيدة هي دمتنا وحي سيدة عندك أن عبد الله بك وحي سيدة هي نكرا ويسيدة هي سعد بن معاذ لكن وضاوعة ومساجد كيالة وكد عيسان يا إلهي وهيدلم شهاد الله ويدس إنه إلهي شهادك وأرزاقه لكن وحول إلهي وهدنا أنا النفط ويقبحه أنت غير بنو قريدة إيش يدك الدوكسن قد يد غير بنو قريدة ماشي كل ما تاني وقال فرتدي له هي وهيدلم وكد عيسان هي ينا وحي سير هذا دينك بس وقاحة هيدان سعد بن معاذ هنا حكومة بيلا نبي قول حلوان وقله سعد بن معاذ بايد الحكومة هي إسديبة وإسديبة سعد باللوير طب يا بالله وصل قضاء ولا كير وحا لقوك يا نبي عليه النبي قال يوم مسلمين تا هي كواحدة وحي أكو حكم تير رالي كوين حكم دوات تقرر إنسان حكم كوكو حكومي إسا قوله سعد بن معاذ ما أنت ما تشو قبولها لومة الله منه إله درتي عد وحنانتي وحاصين وقعب صدر نبينا عليه الصلاة والسلام مركو حكومة وكيلها وحاكو حكومتي وحي لهي من فوق السبع السماوات كغا حكومة حلانا وحا عداطي ننكو عيدو كتير سيد سكو قاشنبور باهي نسكو عيد باهي لكن وحا هو عداطي من هو سيدة درادي قرآن كوحينا بريا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومفاصلة لغا الصباح عن الكفر دمانتي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وحيلين وقت المام يقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا براء منكم نبي إبراهيم إيه كوحدي سيبايدينكو سوغان تيبال ليريكو ضياشو هل كيبينكو قد ضياني إنا نبي إبراهيم يكوحدي مرتا يلاهدين با إلهي تلك وضيكو يلاهدين بريبانو يدكالنا إذنك يوحى عابد إسامة ولاد باي رود حين دونتا حتى تؤمنوا بالله وحده حليل كانوا قوم كل اسمه ما تشعلي إن أنوالك موضوع سكسيبها بهاية وايو ونالك ما ينوع الدين دونا لكن وحنا نقول كل رافية موقف كورانية مفهوم السياسة الإسلامية
وحكبل ما مفهوم الولاء والبراء ومفهوم عقدية عقيدة كصاب سنة وأهل قفه مسلم كيف فهمه منانا. ثانيا وحين لاني مسألة القيادة باطلة مسألة القيادة واهو قامنتي شعب تيوفة عدو قرقاري لكن شعب كوحو بهاي قيادة ما مليوه قامن وحكو لو بهاي جماعة والله وقد يضوض أوبا هاني يبنى إنه واضح قفك مسلم كعقل يسكوا هذا هدي قفك وعدي هاي مفهومك الرميسي وإلا ورورياتي ذاتك مسلمين كوين أورغنسيشن هذا وين داد ورسي وين داد يليه وكد حيي وين داد حليل يمامل كد حيي وين داد وحوداغي. ولذلك ما واحد تقاني أهل السنة والجماعة ومصطلح علماء المسلمين تكتل مامان داتك وغفي عن مسلمين أما داتك هايسته طريق نبي محمد عليه الصلاة والسلام أهل السنة بالغشاد سنة محمد عليه الصلاة والسلام بالرأسي سين كو وحق الله لغشادين يين أهل الجماعة مفهومك السياسي جاي نوبا حنا هنا يمدينه فهمت وين نغضى مفهومك هنا يمد مسلم كي مدها هنا يمد مسلم كي ولا صعته هنا يمد مسلم كي وحول القبط سيد راد النبي عليه الصلاة والسلام حديث يسوي نقول المامية مفهوم الجماعة إن ذاك المسلمين تيسكين كمثل الجسد الواحد سيد شرقنا أو شرك قريب كم دي هداي عبطبة لي انتي سكالور دمينا سوچيد يا ورور بيو سوچيد شدك قيمة وحو كله ما قوة تشيرو لكن مركو كليك لي قيمة مالي يعني إل هدي هالك الله دقو لا تنفع وحبا ما أركيسو ودنا هدي هالك الله دقانا وحبا ما تريه على الهدي هالك الله دقو يكلينا وحبا ما تريه لكن مرك الله يسكن راكيبا أي قف اسكويه مركاس بقيمة لي مركز بي إيشو قيمة لدي مركز بي علاشو قيمة لدي مركز بي ودو قيمة لدي مركز بي فرطو قيمة لدي لابد مفهوم كتاتك مسلمين تا والمفاهيم السياسية سياسة بدتك وحكا لا يوانستا لكن واحد شعلي بلسيدة هاريك يقوم مغطينا نديت المام مفهوم كسياسي كانوا باهنين ومجتمع فهما وحوية ما كان ربنا قف صالح وانتو عبادة اشتقد بدو قلو هل كاكو وردية من ربنا والصالح وعبادي سنية لكن انه ميل مدوكا لقي قال وحرم ما انفعش وحال الله قبا هيا انه هذا مع الأمة مع الأمة الإسلامية بدن مدى ومدى مسلم كائن الضريب حتى امرك علاد بكرته علي بن ابي طالب بخوارج وحكو شريكو الى سعودة اخواننا بغوا علينا ابو لها اخواننا بغوا علينا وحين لان اسلام كوحينا بريا سيستم كاسئة إنه يدبل شرنا قلنا أمت مركزة حتى عبادات إن شعائر تعبدية بالله قد يوحي جماعة صلى الله وحالله ينبري محي عبادة جماعة صلاة بالله يتكد لكن وحالله ينبري مركز جماعة طيبة كخير بضبط كليقة وحي كخير بضبط محي مركز جماعة ضبط وحالله ينبري إن أي نرهبنا وحالله لي وحي جماعة حمينة هاي سعينا هاي سماقينا هاي سودة برشيديننا هاي سطلمينينا هاي سوحان ورده من جماعة ده كمينية سي جماعة ده السليم النقطة يالي روحة سودة جوتية وحا الله ينبره جماعة ده ولي بينا يهاتو جماعة منظمة شرته أمد ده السلامي ماها أمة مبعثرة إذا وحل لاني نباتوين كينا هشتها داي كميتي بلشدين كبر بارنافة وضوينا ونظام كاقونا عينك وحين أبا هني فردينا مسلم كائنين كبر بارين وقف إداري وحمامول كروفة كري وقرم أيام النقل سيد رادد أيام النبي عليه الصلاة والسلام قواب والبا مسلمين توحي هايان قوابا منظمة يعني تعبير تعجيب كاوحا كمينين والصحابي لهذا النبي عليه الصلاة والسلام دقال كوح النوسة في تريبولة سيدة وصلاة النوصفة فالتعبير كوفير سيدة وصلاة النوصفة يدقال كنوسة في تريبولة يعني لابد من صفوف لابد من أمة منظمة أمة مامولية نظام له وين يجبتها ولذلك وحن لنا السلاة دهني عبادة دهني صون كيني وحلقة دهك أمد وين وقت قرى وضيالة حج كيني وحلقة دهك أمد وقت قرى يسوى ضغط مادة زي كده آداب اجتماعي بقى لينوسمي وحا صعدة من وحي كتوسينيان إنه أبا هني
عقلية جماعيتنا إنه ضك كو أبوره عقلية جماعيتنا أبور من ميسو عقلية تنظيمية إنه نصمينه مويان يعني.